أول حاجة السلام عليكم، شكرا للالتفات لسافي جود. بالنسبة للتصريح اللي خرج به السيد الرئيس كيقول أننا حنا اللي معرضين الطريق، لا، لأن المشروع خارج دوار العبادة وهو باغي يدير به كحملة انتخابية لدوار آخر لدوار طواجنا، اللي حنا الطريق عندنا الرسمية واللي كنمشيو من المستشفيات والمدرسة والسوق الأسبوعي، وهي الطريق اللي مارة من كنقولوا حنا الميسرد، هذيك هي الطريق الرسمية ديالنا حنايا ومدة 3 سنين وهي في مكتب التقني وما تفعلش. وقت اللي مشينا كنسولو لانها الجماعه تأير، لان جماعه كارثة، لان عندها واحد الخدام بواحد الاسلوب كارثي، لا من ناحيه التقنيه لا من ناحيه شلة حوايج في هذه الجماعه اللي هي مغموض عليها. وحنا كن طالبنا من الجهات المختصه ومن مجلس اعلى الحسابات انه يلتحق او اللجوء الى جماعه اير، لان كاين بعض الاختلاسات خطيره، ما منها مشاريع اللي منجزه والمشاريع اللي مبرمجه. وبالنسبه للشيء اللي كيقول الرئيس اننا حنايا كنتعرضوا للطريق، انه هذا تسريع عنده كاذب، لانه هو اللي ما باغيش ينفذ الطريق للساكنه. وكان واحد انتخابي سابق، يعني في انتخابات كان وعود الساكنه على ان الطريق، في انتخابات كان وعود اليوم برمجه. شنو المشكل؟ يعني المشكل هو اللي حابسها الشطاب انت وياه، ما ترافعتيش انت وياه، ما كتلقاش، كتدخل الجامعه هنا فين ما كتلقاش الا نهار الدوره، ما عندوش الحضور هنا، فيه ما عندوش الحضور كاع هنا في جامعه اير، كنتلاقاو الا في الدوره. ولو تجي هنا في كنمشيو للمكتب التقني ما كيعطينا حتى شي حاجه، كنمشيو عند سيد مدير المصالح حتى دوار العباد وقال من الدور اللي قريب الاسمنت، اللي هذا يوجد معمل فوق اراضينا والمعمل ديال الاسمنت كيعطي تيفي الجماعه، والجماعه ما ملتفتاش لذاك دوار العباد والبهاله مقصيين كما كان. يلا تبرمج واحد هما اكثر ضرر، هو دوار العباد ودوار البهاله اكبر ضرر، لا ضو لا طريق لا رود ديال الاطفال، حاله كارثيه. وديما كنسيبوا الاقصاء اكثر من 30 سنه. الرساله لرئيس المجلس وهو كنطلب بالتنفيذ طريق دوار العبابده، لان الناس ملي كنمشيو حنا من هنا مين وكنمشيو عند الساكنه كيكون علينا واحد الضغوطات، لان حنا كنحبسوا في الناس ومن هذا المنبر، لانه الا ما تفاعلش طريق العبابده غيكونوا وقفات احتجاجيه خطيره وغيكونوا فيها جميع الاعضاء. ومن حق الساكنه انها تحتج على الطريق، لانه وقت الشتاء ما كنسيبوش من دوزو، راه عيب وحشومه ان الساكنه كتحبس دوار كامل كيتحبس، لان هذا الشيء خطير. وبان هذا الشيء كامل هو السياسه، لان الطريق علاش ما باغيش يدوزها من دوار العباب الدائره رقم 9، باغي يدوزها من طواجنا لانه كيدير بها السياسه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.